إيمان قرقيبوم المغرب 24 سنة. العمر ما كان في بالي نغني، ولكن كانوا صحابي دايما كيقولوا لي غني غني غني. شاركت في حفل وطنية في المغرب، ولكن ما عمري ما وصلت يعني داك الشيء اللي باغية أنا. وأنا اليوم كنحس براسي مستعدة أنني نكون أنا الإكس فاكتور. تفضلي، جود لك. شو الاسم؟ إيمان قرقيبو، مغرب. شو بالك سامعين الليلة؟ إمتى حتعرف اسمهان؟ تفضلي. بنك طيفك واتمنى أشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيا. والامتى حتحير بالي وتزود همي؟ قال لي غرامك في خيالي، قال لي غرامك في خيالي وفي روحي ودمي. امتى حتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى حتعرف اني بحبك انت؟ امتى انت امتى امتى حتعرف انت؟ امتى حتعرف؟ نبرة صوتك واضحة وحاضرة وأدائك سليم. إيمان عندك صوت، نوع صوت وخامة وأداء بتذكرنا بالأصوات القديمة. بدي أطلب منك بس بالمرة الجاية تنتبهي شوي على العرب أكتر، ما تزيديها زيادة عن اللزوم لأنه بصيروا يضيعوا منك. أنا لقيت عربك مقبولين صراحة، ما لقيتك بلغتي، مع أنه عندك صوت بيشبه القد صوت أسمهان. بدنا نشوفك إذا كنت مرة الجاي معنا بغير نوع كلياً من الأغاني. أنت لابسة ثوب أسمهان كثير، بس كصوت ما حد يختلف، إحساس وصوت جميل جداً ورائع. فأنا بقول يس. مرسي، مرسي. وأنا إيمان كمان بقلك يس. إليسا أكيد بعطيك يس كمان. عندك أربعة يس. شكراً لك. شكراً. مرسي بك. أربعة يس. يلا نشوفك في البوت كامب. مرسي مرسي.